السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتي، نقدم لكم اليوم ألواح المكسرات الحلوة، أرجو أن تنال رضاكم. يمكنكم تقديمها كحلوى جميلة للضيوف وكذلك للأطفال، ويمكنكم تغليفها أيضا. نبدأ بالمكونات. في وعاء على النار نضع كوب من اللوز ونصف كوب من المكونات التالية: حبوب اليقطين، الفستق الحلبي، الجازو والجوز المقطع، بالإضافة إلى نصف كوب من السمسم، ونقوم بخلط المكونات وتحميصها على النار. يجب أن تكون الحرارة متوسطة. نبدأ بتقليبها وتحميصها جيدا لمدة 4 دقائق. بعدها نرفعها عن النار ونضع وعاء آخر، نضع فيه كوب من السكر البني ونصف كوب من العسل، ونبدأ بخلطهما جيدا حتى يذوب السكر، ثم نضيف له رشة من الملح، وبعد أن يذوب السكر تماما نضيف عصير نصف ليمونة، ونستمر بالتقليب. ثم نعيد المكونات السابقة على النار ونضع المزيج السائل فوقها ونتركها على النار لمدة 2 دقائق فقط. نبدأ بتقليبها جيدا، وبعد ذلك نضع عليها مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نجهز قالب نضع فيه ورق الفويل الغذائي، ونبدأ بسكب المكونات في القالب مع ملاحظة كونها ما زالت ساخنة جدا. نبدأ بتسوية السطح بواسطة الملعقة، وبعد أن يتساوى السطح تماما نتركها لتبرد لمدة ساعة كاملة. تصبح بهذا الشكل، وبعد أن تبرد نبدأ بعمل خطوط رفيعة بواسطة السكين بهذا الشكل ليسهل علينا فيما بعد تقطيعها بعد أن توضع في الثلاجة. يمكنكم أن تقطعوها إلى قطع مستطيلة أو مربعات حسب رغبتكم، لكن ضروري عمل هذه الخطوط. وبعد أن نعمل الخطوط نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تبرد تماما. مضت النصف ساعة، نبدأ بإزالة ورق الفويل. تلاحظون كيف تكون الحلوى عبارة عن لوح متماسك، هذا شكله. والآن نبدأ بتقطيعه على ضوء الخطوط التي قمنا بعملها. تلاحظون كيف تتقطع بسهولة، متماسكة وصلبة لكنها تتقطع بسهولة. قطعتها إلى قطع مستطيلة، هذا شكلها، تكون متماسكة، إنما هشة ويمكنكم تناولها بكل سهولة، يا سلام. بعد ذلك نقوم بتغليف القطع بواسطة البلاستيك الغذائي، ثم نضيف بعدها ورق الفويل. يمكنكم الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 2 أسبوع، وكذلك يمكن تقديمها للأطفال كهدية صغيرة، يفرح بها صديقوني لأنها لذيذة جدا وفي نفس الوقت هي صحية ومفيدة. يكون هذا شكلها بعد التغليف. شكرا لكم أحبتي، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.